أخي يونس الحياني من المغرب إعلان تشيع. أخي يونس السلام عليكم. أخي يونس أنت على الهواء مباشرة، أخي تفضل. نعم نعم وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله وحياكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا صرف أتقدم إلى القدا إلى ساحة القدا سلطان العصر صلوات الله عليه بولادة السيد الإمام المجتبى صلوات الله عليه. صلوات الله عليه. أريد أن أعلن تشيعي على الملأ. على الرحب والسلام. بس بداية نود معرفة ما سبب التشيع أخي يونس. نعم كنت في سبب دراسة الديانة المزيفة للإسلام، واكتشفت عندي هنا مسلم والبخاري، وقرأت بعض الروايات واكتشفت أن دين كذا وكذا ليس بدين. دين كذا وكذا ليس بدين، ما شاء الله. أحسنت. نعم. بارك الله بك يا أخي. نعم إذا كنت مستعدا لإعلان التشيع فالشيخ معكم يلقنكم شهادات الإسلام الأصيل. شيخ نعم تفضل. نعم جد مستعد. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخانا الكريم. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بك، وأسأله تعالى أن يثبتك على الإيمان والهدى إن شاء الله. على بركة الله تعالى. قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأنه لا شبيه له ولا نظير. وأنه لا شبيه له ولا نظير. جل جلاله. جل جلاله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وسيد الخلق أجمعين. وسيد الخلق أجمعين. ومبرأ من كل عيب وشين. ومبرأ من كل عيب وشين. صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء. أشهد أن فاطمة الزهراء. وأبناءها المعصومين حجج الله. وأبناءها المعصومين حجج الله. صلوات الله عليهم. صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله. أبرأ إلى الله. من أبي بكر وعمر وعثمان. من أبي بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. في النار. في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعن أعداءه. هنيئا لك أخانا الكريم، وهنيئا لنا بك، فقد زدت في شجرة أتباع أهل البيت عليهم السلام ورقة. أسأل الله تعالى أن يبلغك مرادك وأن يقر عينك بمجاورة محمد وآله الأطهار عليهم السلام في الجنة إن شاء الله. بحق إمام الزمان إن شاء الله. بحق إمام الزمان. صلوات الله عليه. شيخنا الله شيخنا. نعم تفضل. شيخنا عندي استفسار. عندي استفسار أول استنتاج وصلت إليه وأريد أن أسألكم عنه. تفضل. خلاصة الديانات السابقة هو الإسلام، وخلاصة الكتب السابقة هو القرآن المجيد، وخلاصة القرآن الكريم
هو فاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب هي السبع المثاني والكافية. قراءة من حديث قرأته في البخاري يقول: إن الزهراء سلام الله عليها ماتت فاضبة. ومن ثم رسول الله يقول صلى الله عليه وآله: غضب الزهراء غضب الله. من هذا الحديث ألا يمكن أن نقول أن المغضوب عليهم هما أبا بكر وعمر وعثمان ومن سار في دربهم؟ أحسنت والضالين واجد. والضالين هما من من تربى عنهم ومن سار في دربهم ومن داب بصيحتهم حول الدفاع عنه. ما شاء الله يا أخانا الكريم، إن استنتاجك هذا موافق تماما لما نطقت به الروايات عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، فهنيئا لك. نعم هنيئا لك. شكرا 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 لكم. بارك الله بك. حياك الله يا أخي يونس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدك نورا وبصيرة وهدى بحق محمد وآله الطاهرين. الأخوة في المكتب، أعجبتني كلمة الأخ أن دين كذا وكذا ليس بدين. أنا كنت بطلب تعليق من عندكم شيخنا على هذا. هو هذا كافي. أي. دين كذا وكذا لا يستحق الاتباع. ليس بدين. أي نعم. فهذه خلوها بال يعني العنوان العريض إن شاء الله. أي.